الكلام وصل حته معينه وقفل عليك. انت من بره السودان بتقدر تعرف، لكن من هنا ما حتقدر تعرف. فانا كان اقتراحي انه واحد من الحاجات اللي احنا المفروض نعملها اللي هي للمشكله بتاعت ال تفضلوا بيجا المشكله بتاعت ال انه احنا ما مواكبين العالم. واحده من الحلول اللي انا اقترحتها انه عذر لك المدانه، انه لازم تكون في الدوله المدنيه ان شاء الله لما نعملها تكون في الزاميه يوميه لاي سوداني ساعتين من يومه يشيلوها. الساعتين دي يعمل فيها حاجه تنفعه وتنفع البلد. تنفعه كيف؟ يعني مثلا احنا هسي الواتساب والفيس ده بياخد مننا اكثر من 10 ساعات في اليوم. 10 ساعات ممكن ياخدها، فما بالك بساعتين. يعني اذا بتقرا بتحب القرايه اوكي اقرا الساعتين دي الالزاميه، اذا ما بتحب القرايه شوف فيديو، اذا ما بتعرف تشوف فيديو ما دار تشوف فيديو اعمل اي حاجه من الناس اللي بيقول لك اعمل كده، مثلا رياضه معينه حاجه. الحاجه دي بتنفعك في الاول وبعدك بتنفع الناس، لانه انت اذا لما تنفع روحك بتنفع الناس. فبنبقى كلنا سوا كده. الاقتراح للحل المثالي للحاجه دي عشان نقدر نواكب بالذات يبدا بالفيديوهات. الفيديو انت لما تشوف شوف عينك كده فيديو ما ضروري يكون ساعتين وانجو، لانه الزول ما بيقدر يقعد لها يقول انا ما فاضي بس هاجي اي حاجه، لكن يكون فيديوهات صغيره يعني 14 15 دقيقه نص ساعه كده. الفيديوهات دي تعليك مثلا الزامي تحضر لك فيديوهات بقيمه ساعتين. بعد فتره بسيطه بتلقى روحك انت عرفت حاجات كثيره شديد. يعني تلقى روحك واكبت العالم وعرفت الناس دي برا بسوي في شنو. عشان بعد ذاك الدوله المدنيه دي لما نكون نحن جوا الدوله المدنيه المفروض نكون مدنيين بدرجه اولى وفوق لهم ذات، لانه نحن هسه مصنفين دول عالم ثاني. فالتصنيف دائما ما بكون من الاقتصاد بس، بيكون حتى من ثقافه الناس بالمناسبه. يعني لما تسال زول جاي من دول عالم اول دول عالم ثاني بيقول لك الناس دي هناك حتى ثقافتهم ما زي ثقافتنا. ما عشان نحن ما بنعرفها، نحن بس مغيبين من حاجات. يلا الحاجات دي متاحه. فنحن المفروض قبل ما الموضوع ده يجينا بالزاميه نبدا نحن نشوف العالم ده فيه شنو، والنت ده زي ما قالوا عمنا جوجل واليوتيوب ما خلى حاجه. فحاولوا شوفوا قدر اللي بتقدروا عليه وشوفوا، يعني ما تضيعوا كل الزمن في الواتساب. انا بنصح انه لانه الدوله المدنيه لما تجي غالبا الناس ديل حيكونوا كلهم في مقامات ما بتاعت عمال ولا بتاعت مقامات دونيه بالنسبه للناس زمان لما كنا قاعدين، او مقامات بتاعت عطاله. يعني حيكون الزمن لانه انت تطور نفسك عشان تمشي، عشان ان شاء الله لا من تمرك برا على الاقل انت من هنا تكون عارف الحاسب. يعني ما تمرك برا وانت نزلت في حته انت ذاتك ما عارف يمين من شمال ما عارف اي حاجه. تعرف اي حاجه من هنا وتبدو ان شاء الله بها، وان شاء الله ربنا يسهل علينا كلنا. دي واحده من الحاجات، ويا ريت المايك يكون عند الدكتور. شكرا جزيلا. طيب النقطه اللي اشار لها الباشمهندس نقطه مهمه جدا جدا بتاعت انه نستفيد من الزمن بتاعنا في يعني في الناس اللي بتقضي زمن طويل جدا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب الى اخره. ففي تجربه اللي هي بتاعت جوجل، شركه جوجل يا اخواننا بتدي 20% من الزمن بتاع الموظفين فري، انت تعمل فيه الحاجه اللي تقدر تعملها. يعني تخيل انت في ساعات بتاعت لو الشغل بتاعك 8 ساعات انت عندك ساعتين تعمل فيهم الحاجه اللي تقدر تعملها. فال 20% ال 20% بتاعت جوجل دي طلعت منها جيميل. جيميل ده كان عمله موظف في الزمن ال 20% بتاعته يعمل فيه الدار عمله ده. قال يا اخوانا ما نعمل لنا ايميل سيستم. اللي قبلها كان في ياهو وفي هوت ميل، دول المعروفين. وتطور منها وطلع منها برضه بيكاسا اللي هو البرنامج بتاع الصور بتاع جوجل. ففي فوائد كبيره جدا لانك انت تستفيد تكرس وقت خارج الوقت بتاع العمل الطبيعي بتاعك، بدل ما تقعد في فيسبوك تشوف الحاصل شنو تسك الحاجات. لا بيقولوا على انتشنال انه معظم الافكار بتجي بالحريه بتاعت الاختيار، انه انا ده قاصد انه انا الساعتين دي اقعد فيها ولا الساعه ولا 20% من وقتي دي اقعد فيها وافكر في حاجه مختلفه. لو انا مهندس اتصالات لكن بحب الرسم امشي احاول ارسم لي حاجه ولا كده. لو انا زول بتاع بحب الطبخ وفي كافيه ولا حاجه في اللي امشي احاول اعمل لي اكله هعمل لي حاجه جديده. ثاني حاجه الفائده بتاعتها برضو انه الجمع بتاع الناس، يعني في ال 20% من زمنك دي انت بتلاقي زول ثاني في قسم محاسبه، قسم بتاع اتصال، كول سنتر تتكلم معه. والناس لما تتلاقى من 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 خلفيات مختلفه بتطلع افكار مختلفه. في بروفيسور اسمه أليكس بنتلاند في MIT
هو بيدير حاجة اسمها الهيومن داينامكس لاب. الدراسات بتاعته كلها حول كيف الأفكار بتنتقل من مكان لمكان. وعنده دراسة عملها قال إنه لو وريتوني في المدينة منو بيلاقي منو، أنا بقدر أتوقع لكم إجمالي الناتج المحلي بتاع المدينة دي. وعمل تجربة، هو زول ده موجود في البورد بتاع منتدى دافوس الاقتصادي والبورد بتاع شركة نيسان بتاعت العربات دي. عنده تجربة عملها في الشركات في إنه منو بلاقي منو، ركب للناس كلهم سنسر. السنسر ده لو أنا لقيت يونس طوال السنسر بيقرأ إنه أنا لقيت يونس. قرى الموظفين والشركة بتاع اتصالات، قرى الموظفين ومنو بيتكلم مع منو، وشاف اللوج السجل بتاع المكالمات بتاعتهم منو داخل الشركة بيتكلم مع منو. الشركة دي لما طلعت منتج جديد لقى إنه كل الاتصالات جاية منو للكول سنتر، مش كده الخدمات المشتركين، لكن خدمات المشتركين ما كان عارفين حاجات خصائص كثيرة في المنتج ده. العارفة منه بتاع التسويق، والعارفة بتاع التواصل، وعارفة المدير بتاع الشركة وكده. فقام عدل لهم الشكل بتاع الكافتيريا جوا الشركة، الوقت اللي بياخدوه بتاع الشاي ولا عندنا وقت الصلاة ولا البتاع ده خلاه وقت موحد. زادت إنتاجية الشركة ب 15%، 15 دقيقة بتزيد لك 15% من الإنتاجية بتاعتك. فالزمن الناس تكرسوا لأنها تشوف في الانترنت وبتاع، لكن مش وسائل تواصل وشمارات وإشاعات وإلى آخره، لا لا، إنه أنا بقص إنه أنا دار أتطور وأزيد الأفق بتاعي وأعرف المجال بتاعي فيه شنو جديد يعني. شكرا لك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاستخدام بتاع وسائل التواصل أو السوشيال ميديا، فأنا يعني قالوا غالوا بين الدول العربية وإسرائيل، فقالوا إنه في الوطن العربي يعني الناس اللي بيستخدموا وسائل التواصل قالوا بتركز على حاجتين يعني مؤاخذة. الحاجة الأولى المواقع الأغاني والمواقع الإباحية، والحاجة الثانية الرياضة، بس ده شغلتهم. أما في إسرائيل قال لك بيشوفوا السياسة والأشياء العلمية، فالبحوث العلمية والاختراعات وكده. فلما قارنوا البحث العلمي بين العرب والإسرائيل لقوا الإسرائيليين بيتوفوا، وإسرائيل دولة صغيرة سكانها ما يتجاوزوا 5 مليون، والعرب عاين 18 دولة وما شاء الله عددهم كثير وكده ومساحاتهم شاسعة وقولوا أي حاجة. قال 13 مرة يعني البحث العلمي في إسرائيل مساوي البحث العلمي في الدول العربية 13 مرة. وأغرب من كده قالوا الترجمة، طبعا الترجمة دي عملية مهمة في النهضة العلمية، فقالوا يعني العرب مجتمعين من أحد المامون في الأحد العصر العباسي لحد يوم الله هذا الترجمه، قال لك مساوي ترجمة دولة واحدة في أوروبا اللي هي أسبانيا. فلما تغاني بتلقى إنه في يعني فروقات هائلة بيننا وبين الغرب، ويعني حتى الحياة اللي الغرب يستفيد منها يعني إحنا بنستخدمها في الأشياء السيئة يعني. يعني أصل وسائل التواصل الاجتماعي تلقاه كله شمارات ويعني حاجات زي ما بيقولوا سفاسف الأمور، لكن للأسف الشديد يعني الحياة دي طبعا عندنا لا يعني إلا نغير عقليتنا ده لا يعني شغل يعني ده ثورة حتى يعني ده ثورة. و اي شكرا للفرصه يعني. طيب بس نذكر يا اخواننا بالنسبه لحضور الجون الجداد والناس المتابعين في الفيسبوك، الجلسه دي اسمها الجلسه الحواريه للباحثين السودانيين، المشاكل وآفاق الحلول. الجلسه فكرتها انه كل واحد بيتكلم عن مجاله التعليمي ولا البحثي ولا المهني، المشاكل فيه شنو والآفاق بتاعت الحلول، الحلول المقترحه شنو عشان تحل المشاكل دي. الميزة بتاعتها إنه الناس بيتكلم من تخصصات مختلفة وبنعرف مشاكل تخصصات مختلفة والحلول الممكن تكون فيها شنو يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. أنا خريج بتاع كلية آداب قسم المكتبات والمعلومات، فاتخرجت 2006 تقريبا. طبعا القسم ده احتمال ناس كثيرين فيكم هنا ما يكونوا عارفين عنه معلومات دقيقه، يعني احتمال يكونوا عارفين عنه بس انه المكتبات والمعلومات او الوثائق والمكتبات. في بعض الجامعات بيكون وثائق ومكتبات، في بعض الجامعات بيكون مكتبات ومعلومات وهكذا. قليل طبعا انتشاره في الجامعات السودانيه لحد قليل يعني ما كثير زي باقي التخصصات. والقبول له او الدخول للمجال ده في الفتره الاخيره بدا يزيد، لكن من بدري بقى او كان ضعيف جدا. واجهتنا مشاكل كثيره في تعريف التخصص،
انه لما بيجيك واحد يقول لك انت قريت شنو بتقرا شنو لما تقول له انا بقرا مكتبات ومعلومات يقول لك يعني انت حتشتغل في الاخر في مكتبه او المكتبه اللي هي بوكشوب في الاحياء او سوريا في الاسواق او في الشوارع يعني مكتبات اللي بتبيع الادوات المكتبيه وكده. فهو تخصص عميق انت لو جيت مسكته وفندته من ال 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 جواه بتلقاه تخصص عميق وتخصص مفيد. والامريكان تحديدا هم الناس اللي اسسوا التخصص ده وفي مكتبات كبيره ومن ضمن المكتبات الكبيره مكتبه الكونغرس الامريكيه. يعني دي مكتبه عندها الاف من الدوريات والكتب والمجلات والبحوث وعندها تصنيف حتى يعني من ضمن التصنيف بتاعها تصنيف المكتبه الكونغرس وتصنيف ديبي العشري ده من ضمن التخصص المكتبات والمعلومات. في السودان هنا للاسف ما في اتاحه للولود له بالنسبه للوظيفه. يعني بتمشي بتقدم بتلقى انه المكتبه اللي عندنا في الجامعات والمكتبه في مراكز المعلومات والمكتبه في 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 الوزارات او في المؤسسات الحكوميه 10 15 كتاب مثلا 13 14 دوريه قاعد فيهم زول ممكن يكون ما عنده اي علاقه بالتخصص ولا قرا التخصص. بيجيك زول باحث بتديه الكتاب بتناوله له والله يا اخي في الرف الفلاني المجلد الحته الفلانيه شيله ورجعه. الدوله للاسف الشديد ما ساعدت لنهضه التخصص لا من خلال الجامعات لا من خلال التدريب لا من خلال التوظيف حتى عشان بعد ذاك تاهل الخريج يصبح كادر مؤهل يلج مجال العمل ويقدم خدمه لبلده. التخصص في المقام الاول قائم على البحث لان المكتبه هي المكان الاول للبحث. الانترنت في الفتره الاخيره بدا يعني زي ما تقول ممكن يشغل حيز او يكون بديل لكن هو ما حيكون بديل اصلا للمكتب وللكتب لانه الكتاب امكانيه الكتاب عشان انا اتلقى معلومه من الكتاب هي طبعا المعلومه الاصح والادق لما اجي القاها من الكتاب عكس ما القاها من 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 موقع مثلا او من منتدى او من كده لانه ده كتاب موثق برقم دولي مش بتلقوا في كل كتاب او في كل منتج في مربع كده فيه شرايط سوداء شرايط سوداء رفيعه ده عندنا في المكتبات اسمه الرقم الدولي للكتاب. الليله اللي تبحث في الكتاب مثلا بتخش في الكمبيوتر المكتبات الالكترونيه طبعا في مكتبات الكترونيه في البلد لكن للاسف ما كثيره يعني اسم الكتاب عشان تعرفوا بديك الفهرسه حقت الكتاب كلها من بدايته الكتاب ده مثلا تاريخ النشر المؤلف الناشر كده 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 من خلال الحاجه دي مثلا من رقم الدور الكتاب. الخريجين بتخصصهم بقدر ما انهم كتار لكن باقي لهم ما لاقين وظائف لانه زي ما قلت لكم قبل الاستيعاب بيتم للمكتبات بناس ما عندهم علاقه بها. بقول لك يا اخي يعني حتى احنا لما نجي نقول لك انتوا خريجين شنو يعني بس نرسل لكم كتب وراكم ويقول لكم ادونا لا دي قرايه او ده شغل. بالعكس الشغل عميق الشغل كبير جدا انت ممكن تخش فيه في 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 دور الوثائق في مراكز المعلومات البحثيه في المكتبات الجامعيه المكتبات المتخصصه المكتبات العامه شغل متوسع جدا. يعني العالم العربي الليله المصريين تحديدا عندهم في التخصص ده عندهم يعني له مكانه في السعوديه برضو في الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في الـ 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 اللي هو اختصاره اعلم او اعلم. المصريين مجتهدين ومقدمين خدمات كبيره لكن واجهتنا مشكله في الوظائف واجهتنا مشكله في تعريف التخصص حتى واجهتنا مشكله في 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 العائد المادي بتاع الوظيفه بتاعته. يعني بيتعاملوا معاك انت كانك خريج مثلا بتاع او ثانوي حتى او دبلوم او اي تخصص. يعني انت تكون خريج بكالوريوس ممكن تكون عامل ماجستير ممكن تكون عامل دكتوراه في التخصص. ناس كثيرين عاملين ماجستير عاملين دكتوراه وما لاقين للاسف الشديد التقييم المناسب. نحن والله بنحلم وبنتمنى انه في الدوله المدنيه الجايه وان شاء الله تكون قريبه الدوله ما تكون دوله بعيده يعني انه تخصصنا ده يلقى او اهتمام من الدوله يلقى تعريف كبير يلقى الناس تفهم شنو يعني المكتبات والمعلومات وشنو يعني الوثائق والمكتبات وشنو يعني مثلا العلم دي لانه علم هو من ضمن العلوم الاساسيه يعني ممكن تقول معرفه يعني
حاجة كبيرة جدا يعني من خلاله تنطلق كل العلوم. يعني لو انت لو ما عندك مكتبة معناه ما عندك بحث، معناه ما عندك مستقبل، لانه هي المكتبة اساس اي شيء. عند اللي بتمشي المكتبة بتلقى الكتاب، بتلقى البحث، بتعتمد عليه في معلوماتك، بتعتمد عليه في حياتك. ممكن تكون المكتبة دي مكتبة عامة، ممكن تكون مكتبة متخصصة، ممكن تكون مكتبة خاصة، فريق من المكتبة الخاصة ومكتبة متخصصة. نحن نتمنى يعني زي ما قلت لكم انه في الدولة المدنية الجاية التخصص يلقى اهتمام من 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 الدولة المدنية الجايانة ان شاء الله، ويقيفوا على المشاكل بتاعته ويطرحوا الحلول. وما صعب المسألة بالمناسبة، يعني المسألة يعني بين بين بإمكانهم إنه يحلوها وتجد ويجد القبول ويجد الانتشار الواسع والناس تفهم يعني شنو مكتبات ويعني شنو أهميتها ذاتها.